مرحبا مرحبا، ربي يخليك، عذبتي راسك. هذه 12 عام فاش تزوجت وتحولت للولايه ديال تينيسي. ولايه ديال تينيسي كبيره بزاف، ولكن المدينه فاش ساكنه انا قلال فيها المسلمين بزاف. وكنت ومازال كل رمضان كنحاول ندير على الاقل جوج المرات كنعرض على اصدقاء اللي هما اصدقاء وناس في الخدمه اللي هما امريكانيين، كنعرفهم على طقوس رمضانيه وكنقربهم للدين ديالنا وتنعرفهم عليه، وكنوريهم كيفاش كيدوز عندنا الافطار الرمضاني، وكنشرحوا لهم بالضبط حيت هما كيسولوا على ادق التفاصيل كيفاش كتصوموا وكيفاش كيدوز النهار ومنين حتى لين، وكنعرفوهم بطبيعه الحال على التقاليد ديالنا المغربيه والضيافه المغربيه، وكنشرحوا لهم كل اكله امتى كتكون وفين كتكون وامتى كتحط. وانت تقولوا لهم تنبداو بالتمر فاش كيقول الاذان الله اكبر، وكنبداو بالحريره، وهنايا كنشرح لهم الاطباق كاملين ديالنا، وحنايا سفراء لبلادنا، وانا الناس اللي كيجيو عندي اي واحد امريكاني كيجي عندي الاغلبيه ديالهم كيحاولوا يمشيوا يزوروا المغرب الحبيب، وهذا هو الهدف عندي وهذا الشيء اللي كنبغي.